في هذا المقطع راح أعرفكم على سيد صاحب قناة سيد شبكة ألعاب العرب، فإذا كنتم مهتمين خليكم معي لنهاية المقطع. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا إسلام حماد وهي قناتي ألوان تيوب، وبمقطع اليوم حنحكي عن سيد صاحب قناة شبكة ألعاب العرب. بس قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وهلأ يلا نبلش. الاسم سيد حسين هاشم. سيد يوتيوبر وصانع محتوى بيحمل الجنسية البحرينية، وهو مقيم حاليا في البحرين وتحديدا في العاصمة المنامة، وبيبلغ سيد من العمر حاليا 27 سنة. اتخرج سيد من جامعة البحرين بتخصص هندسة شبكات، ويعتبر سيد من أشهر الجيمرز في الوطن العربي لأنه بيمتلك أقوى وأكبر قناة ألعاب عربية. وللعلم تعتبر قناة سيد أول قناة ألعاب عربية بحرينية تاخد درع 10 مليون، ولسه بيقدم عليها محتوى الجيمينج وخاصة لعبة بيس ولعبة ماينكرافت. بلشت قناة سيد بتاريخ 29/11/2013، واشترك فيها لحتى الآن عدد قياسي من المشتركين اتجاوز 16 مليون و 700 ألف مشترك، ووصل إجمالي المشاهدات على المقاطع أكثر من 7 مليار و 400 مليون مشاهدة. وأعتقد واضح قوة ونجاح القناة من خلال عدد المشاهدات وتحقيق هذا الرقم القياسي اللي كل يوتيوبر بيحلم يوصل له. أما أكثر فيديو حصد مشاهدات على قناته هو كليب أغنية هجمونا الزومبي يلي وصل أكثر من 31 مليون مشاهدة. وبيمتلك سيد قناة تانية احتياطية خاصة فيه اشترك فيها لحتى الآن أكثر من 5 مليون مشترك. وللعلم سيد عم ينشر بشكل يومي من فيديو لثلاث فيديوهات، وإله على هاي الحالة سنين طويلة ما قطع بأي يوم من الأيام. وهلأ بدي أحكي لكم عن حسابات سيد على السوشيال ميديا. بس لحظة، ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو ويلا نكمل. بيمتلك سيد حساب خاص فيه على تطبيق الانستجرام بيتابعوا عليه أكثر من مليون متابع، وحسابه على الفيسبوك بيتابعوا عليه أكثر من 147 ألف متابع. ولهنا بنكون وصلنا لنهاية المقطع، بتمنى يكون عجبكم، وما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسوا تتابعونا على الانستغرام، حاطت لكم الرابط في صندوق الوصف وبأول تعليق، ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.